ومع برودة الطقس التفاتة إنسانية لطلبة إحدى المدارس العليا بالدار البيضاء على مدى أيام جمعوا مساعدات إنسانية من المتبرعين ووزعوها على نحو 150 من المعوزين بضواحي تازة. علاء الدين الحميني وتحرير لجلال المفتن. تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن مدينة تازة قرية تسليوين التابعة للجماعة القروية كيلدمان. هنا حطت قافلة تضامنية محملة بالألبسة والأغطية والمواد الغذائية مساعدة إنسانية استفادت منها ساكنة هذه المنطقة الجبلية التي تعاني قساوة البرد والانخفاض الشديد لدرجة الحرارة. طلبة هذيك شاب بالسوطاتين دي وين منايا غير مساكين عسكن المساكين دي جاسني قابسني في الحن تخاك قاون دي وين منايا الله يرحم الوالدين. انا كنشكر هاد القافله اللي جات عندنا منطقه كسنايا بالنسبه للدوار تسليوين، عطاونا الزيت عطاونا الحليب عطاونا فيه السكر. مبادرة إنسانية أبطالها طلبة إحدى المدارس العليا تحركوا بهدف تضامني نبيل يروم تقريب الخدمات الأساسية من هذه الدواوير التي تقع على ارتفاعات عالية. معنا بخصوصي كونت فامي عطيناهم دي باني اللي فيهم دانغي بوغ ان موا كو ساسوا فيهم طحين سكر زيت الحليب اتاي قهوه المهم كاع لي تروك دو بروميير نيسيسيتي. فك العزلة عن هذه الدواوير هدف هذه الحملة التضامنية لهؤلاء الطلبة الشباب، حملة تتجدد كل سنة بهذه الدواوير التي تئن تحت وطأة البرد القارس كلما حل فصل الشتاء.